بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ اليوم المحاضرة الأولى الخاصة بحل فاينل مي 2018 من سلسلة حلول اختبارات البري كالكولس. السؤال الأول: simplify the expression 1 plus 1 over x over 1 over x minus 3. عشان نعمل simplification احنا عندنا طريق من اتنين، اما اللي احنا نعمل common denominator، يعني اروح عند الواحد ده، الواحد اللي فوق، واخليه multiply فوق وتحت في x، واروح عند ال 3 اللي تحت وبرضو multiply في x، بحيث ان ال denominator اللي جنبها x. ده طريق. الطريق التاني الاسهل، طالما اللي فوق 1 over x واللي تحت 1 over x، فانا لو ضربت فوق وتحت في x فانا هضرب عصفورين بحجر، ان انا اشيل ال x اللي فوق واشيل كمان ال x اللي تحت. فده الطريق اللي انا انتهكته، يعني ضربت اكس فوق واكس تحت. بس خلي بالك انا عملت كونديشن ان هو اكس نوت ايكوال زيرو. ليه؟ لان لما بضرب اكس على اكس كل القيم متاحه ليا ما عدا ان الاكس يكون بصفر. انتوا زي ما انتوا عارفين ان صفر اوفر صفر نوت ديفايند، وده ان شاء الله اللي هنشوفه بعد كده في الليميت في النهايات في الكورسات اللي بعد كده. فعلشان كده انا يعني قلت اكس نوت ايكوال زيرو، واكس نوت ايكوال زيرو ده اصلا المفروض ان هو المفروض وضع السؤال كان يكتب هنا اكس نوت ايكوال زيرو، لان هو عمل 1 اوفر اكس. بس معلش يبقى هو ضربنا فوق في اكس وتحت في اكس. لما بضرب في اكس 1 اوفر اكس بقت 1، لما هضرب 1 في اكس بقت اكس، لما هضرب 1 اوفر اكس في اكس بقت 1، لما هضرب نيجاتيف 3 في اكس بقت نيجاتيف 3. يبقى احنا كده عملنا اول سمبليفيكيشن ل problem number 1. لو احنا شفنا problem number 2. problem number 2: find the solution set of the inequality absolute 3x minus 2 smaller than or equal 4. قبل كده في الامتحان اللي فات قلنا عندي property مهمة جدا في الابسوليوت. لما يكون عندي absolute smaller than or equal k constant k، خلي بالك لو ال constant k ده كان negative يبقى من غير ما تحل no solution، مفيش حل. لو ال constant k كان negative ها يبقى no solution، خلاص ما تحلش. لو ال constant k كان صفر يبقى ال inequality تتحول الى equality، الى معادلة، وتقول u x بتساوي صفر وتشيل ال absolute وخلاص، وتشيل ال absolute وتحل ال absolute كأنها معادلة. يعني مثلا افترض ان هو absolute 3x ناقص 2 بتساوي اصغر من او يساوي صفر، تمام خلاص شيل ال شيل الابسوليوت وخليها يساوي صفر، وخليها يساوي صفر. بقت 3 اكس ناقص 2، 3 اكس ناقص 2 بيساوي صفر، يبقى الاكس بتساوي 2 على 3 بس. لكن لو الكي ده بوزيتيف يبقى في الحاله دي فقط، في الحاله دي فقط بخلي اللي جوه الابسوليوت ان بتوين ناقص الثابت وهنا الثابت، تمام، مع ملاحظه ان ممكن في الاختبار يضحك عليك. فبدل ما يكتب لك 3x ناقص 2 جوه ابسوليوت، لا يكتب لك الجذر التربيعي ل3x ناقص 2 سكوير. خلي بالك ان الجذر التربيعي ل3x ناقص 2 سكوير هي نفسها ابسوليوت 3x ناقص 2. ايوه زي ما احنا قلنا قبل كده، الجذر التربيعي لاي مقدار سكوير هو ابسوليوت هذا المقدار. اوعى تنسى دي لو سمحت. فعشان كده قلنا 3x ناقص 2 smaller than or equal 4، عشان ال 4 ده positive خليناها من negative 4 ل 4، ودينا negative 2 في ال right hand side وفي ال left hand side، بقت هنا negative 2 بقت هنا 6، ال x in between negative 2 over 3 و a و 2. يبقى solution set ال x belongs to من negative 2 الى 3 و 2، وطبعا ال interval دي ايه؟ هما الاثنين closed. ليه closed؟ عشان هنا equal smaller than or equal. لو هنا smaller than بس، ها؟ لو هنا smaller than بس كنت هستبعد النيجاتيف 2 اوفر 3 وايه و2. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.